إن موضوعنا التالي هو حوار هنرد فيه على بعض المعلومات المغلوطة اللي قالتها دراسة بريطانية. من المفترض إن هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي هتعرض فيلم وثائقي يوم الحد القادم عن دراسة بريطانية يعني بتقول معلومات مغلوطة عن الملك الصغير وفرعون الصغير توت عنخ آمون. هذا الملك اللي اشتهر بالإنجازات والفتوحات، وأيضا احنا عرفنا عنه معلومات كتير جدا لأن المقبرة الوحيدة اللي تم الحصول عليها كاملة دون أن تمسها يد اللصوص. الحقيقة انه الدراسة بتقول ان الملك ده كان عنده مشاكل في ساقه، انه كان بيمشي على عصا، وانه كان عنده مشاكل في اسنانه، وان ساقه كان بتشبه ساق الفتيات وغيرها من المعلومات. طبعا علماء الاثار والتاريخ في مصر بيردوا عليها وبيقولوا انها معلومات مغلوطة. هنشوف ده من خلال حوارنا النهاردة. ومحمد فيه هيعملوا عملية مسح ضوئي لأكتر او 2000 مرة عشان يقدروا يعرفوا. هي الدراسة استندت لك شلفطنا الملك توت عنخ آمون، الدراسة دي شلفطوه وقال ان هو عنده ضب واسنانه معمولة ورجله فيها مشاكل لدرجة انه بيمشي على العصا زي ما قالت سحر. لكن صحيفة الجاردن البريطانية يعني من داخل بريطانيا هجمت هذا التقرير واعتبرته إهانة لملك وفرعون مصري عريق معروف في التاريخ الفرعوني. وقالت ان هذه استخفاف بمومياء فرعونية لا تقدر بثمن. خلينا نتابع هذا التقرير، ويكون بعد التقرير معنا الدكتور بسام الشماع المؤرخ وكاتب المصريات المعروف. جدل كبير أثارته صحيفة الديلي ميل البريطانية مؤخرا حول الملك المصري القديم توت عنخ آمون، حيث زعمت الصحيفة أن التشريح الظاهري له اعتمد على أكثر من 2000 مسح بواسطة جهاز الكمبيوتر أجري بالتزامن مع التحليل الجيني لعائلة توت عنخ آمون التي دعمت أدلة على أن والديه كانوا إخوة. ويعتقد العلماء أن صلة القرابة أدت إلى معاناة الملك من العاهات الجسدية الناجمة عن الاختلالات الهرمونية، وتسبب تاريخ عائلته أيضا إلى وفاته المبكرة في أواخر سنوات المراهقة. وكان رئيس اتحاد الأثريين المصريين قد نفى ما نشرته صحيفة الديلي ميل حول توت عنخ آمون، قائلا إن توت عنخ آمون بدأ حكمه في تل العمرنة، وكان قد تزوج من إحدى بنات إخناتون وهي الأميرة عنخ سي إن أتون. ولسنا نعرف بالتحديد نسب توت عنخ آمون، وإن كنا نعلم من خلال نص عثر عليه في الأشمونيين أنه وصف بابن الملك، ويظل الأب مجهولا لنا حتى الآن. وأضاف أن الحال كذلك بالنسبة للأم التي لم تكن بالتأكيد نيفرتيتي، وإن كان البعض يعتقد أن الملكة كيا هي أمه. وحول ما نشرته الصحيفة نقلا عن الفيلم التسجيلي الذي أعده مجموعة من العلماء البريطانيين عن أن جسد توت عنخ آمون كان مشوها، قال الدكتور أيمن وزيري نائب رئيس اتحاد الأثريين المصريين إن كل ما نعرفه عن حالة جسد توت عنخ آمون أنه كان ملكا ضعيف البنية ومومياؤه في حالة سيئة جدا نظرا للدفن السريع، ولا تسمح المومياء بإجراء أبحاث عليها لإثبات أنه كان مصاب بداء معين من غيره. وأكد وزيري على أن كل ما يذكر محاولات هي تشويه لملوكنا، وعلينا ألا نصدق ما يقال إلا بالإثباتات والأبحاث العلمية. وأعتقد أن حالة المومياء لا تسمح بذلك، فمن أين جاء البعض بهذه التخيلات ومحاولات التشويه والعبث بتاريخ مصر وحضارتها؟ كان توت عنخ آمون قد تولى العرش طفلا صغيرا لا يتجاوز 11 من عمره، ومات وهو في سن 20 بعد حكم دام حوالي 9 سنوات. وقد ضمت مومياء الملك التي ترقد في تابوتها داخل المقبرة إلى يومنا هذا في حالة غير مستقرة، حيث أن تحنيطها كان سريعا كما أنها لم ترمم من قبل الكهنة كما فعلوا لبقية الملوك. وردا على هذه الدراسة البريطانية المغلوطة عشان نعرف أكتر تفاصيل عن الملكة والفرعون الصغير توت عنخ آمون، معنا في استوديو هذا الصباح الدكتور بسام الشماع المؤرخ وكاتب المصرية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. صباح الخير يا دكتور. بداية للي ما يعرفش توت عنخ آمون، يعني حضرتك مين هو توت عنخ آمون؟ طيب تعالوا نقول لكم السي في بتاع هذا الملك الشاب. صحيح. السيرة الذاتية اللي بيطلق عليه العالم كله ذا جولدن بوي أو الفتى الذهبي، وده طبعا لوجود العدد الكبير جدا من القطع الذهبية، ومنها طبعا قناع الذهبي بتاع توت عنخ إيمن المشهور جدا اللي الناس كلها بتيجي المتحف المصري عشان تشوفه. أول حاجة عايزين نقول للشعب المصري العظيم وكل اللي بيتكلم اللغة العربية والأجنبية إن احنا عايزين ننطق اسم هذا الملك صح الأول. توت عنخ إيمن. إيمن. ما فيش حاجة اسمها آمون في الخرطوش. طب حتى في المناهج الدراسية يا دكتور. بالزبط. طب دي المشكلة جت بادئة من الأول. وده تسلم لوزير التعليم بإيديا.
انا سلمت بايديا لوزير التعليم تصحيح، طلب بتصحيح الكلمات والاسماء الهيروغليفيه في كتبنا من 7 سنين. الكلام دوت سلمناه له قبل ما يتكتب المنهاج الجديد بتاع السنه دي، وقالنا هنرجع لكم، قال لي هنرجع لك وبعد ما هنكتب الكوريكولم او المنهاج هنصحح. طب وجت امون دي منين يا دكتور؟ امون ديت بقى احنا والعالم. لكن انت هتستغرب لما تعرف ان ايمن را اللي هو احنا خطا بنسميه امون را، او كل الدنيا خطا بنسميه امون را، في اجانب بيسموه امون ري لان كلمه ري قريبه من كلمه را. فاحنا علينا كمصريين ان احنا نصحح على الاقل، نقول اسمائهم صح. تمام، على الاقل. طبعا. تاني حاجه عايز اقول لك ان هذا الرجل وهذا الفتى اخذ الحكم وهو عنده حوالي 9 سنوات. وده مش اصغر ملك ياخذ الحكم بالسن ده، لان في ملك اصغر منه اسمه بيبي الثاني، وده اخذ الحكم وعنده 6 سنوات لان كان في توريث في مصر القديم. فست سنوات بيبي الثاني، وحكم 94 سنه، مات عنده 100. وبعديه قامت ثوره اجتماعيه لان الناس زهقت والفساد ضرب ودب في الحكومه وكذا، ودي كانت من اوائل الثورات في التاريخ العالمي ولكنها ليست الاولى. نرجع مرجوعنا لتوت عنخ ايمن، توفي فجاه وهو عنده يا اما 18 يا اما 19 عام. وده اللي خلى العالم كله يبدا يدور باكتشاف مقبره ذات نفسها اللي بدا 1915 اللي حضراتكم جبتوها في التقرير، وهي مقبره رقم 62 لان المقابر بتترقم في وادي الملوك بالبر الغربي بالاقصى. المقبره ديت مقبره اتوجدت انتاكت او من غير ما تكون مسروقه لفتره معينه، الناس اعتقدت كده لغايه لما بدات بعض الصور القديمه تظهر وتبين لنا ان الحيطه كانت مكسوره واتعاد بناءها، يبقى في حد دخل وفي ممكن حد يكون دخل اضاف او دخل اخد. اذا هذا الفتى كله غموض وكله طلاسم، وتاريخه القصير في الحكم حوالي 9 أو 10 سنوات يجعله هكذا. اللي خلى كل ده كوم تاريخي، اللي خلى بقى توت عنخ ايمن ينتشر عالميا ان لورد كانارفن مات بطريقه مختلفه شويه عن اللي الغرب متخيلها، ان هو اتعور وان طلع ان الناموسه قرصته مش عارف ايه، الموز بتاعه اتعور فمات بعديها بشويه، وكان في الهيلث يعني هو ذات نفسه كان جاي مصر علشان يعني عنده مشكله في الصحه يعني. فالدنيا وقتها الكلبه بتاعته ماتت في هاي كلير كاسل، في الكاسل بتاعه او في القصر بتاعه في بريطانيا، ومش عارفه القاهره قالوا ان ايه الكهرباء راحت منها، يعني حبه حاجات فطلعت ايه لعنه الفراعنه توت عنخ ايمن او لعنه الفراعنه كما قيل عنها. ومن هنا بدات بقى كل الرومانسيات وكل الافلام تطلع ومش عارف ايه، واصبح توت عنخ ايمن هو البطل بتاعها كلها، رغم ان هو تاريخه هو المفروض يبقى البطل واثاره اللي موجوده في العيله. طب بالنسبه للدكتور انا اسفه المقاطعه، لكن بالنسبه بس عشان عايزين نرد على اللي حصل في الدراسه، يعني تركيبته الجسمانيه، ساقه، سنانه، الموضوع دي جت منين وايه ايه المبررات لده؟ الديلي ميل الجريده لما عملت ارتكل جابوا واحد اسمه البرت زينك، البرت زينك دوت بتاع معهد الموميات في ايطاليا. وانا النهارده قريت في الجرايد ان وزير الاثار دكتور ممدوح الضماطي هيحضر احتفاليه او هيشهد احتفاليه مع الطليان، فانا ارجو منه ان هو يفتح الموضوع دوت مع الطليان ويشوف البرت زينك دوت، لان هو ده اللي طلع القصه كلها وقلب الدنيا بان توت عنخ ايمن كان مصاب في رجله بمرض يطلق عليه البوليوميلايتس او عيب خلقي، البوليوميلايتس يعني زي شلل الاطفال، وان هو كان يحمل العصا يتكئ عليها، واثبت الكلام ده بان زمان كانوا قالوا ان هم وجدوا فوق ال 100 عصا في مقبرتي. ايوه يوجد اعداد من العصي في مقبرته، ولكن هذا لا يدل ابدا ان هو كان، انا شخصيا يعني لما شفت الاقدام بتاعت توت عنخ ايمن في المومياء كانت يعني عاديه، يعني ما شفتش فيها اي نوع من الالتواء او اي نوع من انواع البوليوميلايتس اللي هو كان بيتكلم عليه. تمام. توت عنخ ايمن نتاج عائله في منتهى الاهميه في الاسره ال 18. نمسكها بالراحه. ايمن حتب الثالث اللي هو احنا بنسميه قطعا امن حطب، ده مفيش حاجه اسمها امن حطب، ايمن حتب الثالث احنا محتاجين تغيير لفظي تماما تمام مش عايز اقول لك يعني احنا بالظبط. ايمن حتب الثالث كان متزوج اسمها الملكه تي بعد كده، خلفت له ايمن حتب الرابع. ايمن حتب الرابع غير اسمه الى اخناتون. اخناتون هنا بقى مهمه، اخناتون تزوج نفرت ايتي اللي احنا خطا بنسميها نفرتيتي، خلفت له هنا بقى علشان البرت زينك بتاع ايطاليا ده اللي طلع ايه قال كلام غريب على توت عنخ ايمن، خلفت له 6 بنات زي القمر. كويس. تزوج هو من زوجه يطلق عليها الزوجه الثانويه في التاريخ، في الزوجه الرئيسيه
وفي الزوجة الثانوية رعمسيس أو رعمسو الثاني اللي هو بتاع بوسومبل بتاع امبارح ده العظيم ده كان متزوج مين؟ نفرتيري اللي هي نفرتيري خطأ دي الزوجة الرئيسية، لكن عنده زوجات تانيين بيسموهم الثانويات. فهو تزوج زوجة ثانية أو ثانوية اسمها كيا، هنا بقى ده المفتاح، ده مفتاح بقى المقالة. كيا دي خلفت له توت عنخ إيتن اللي بعد كده بقى توت عنخ إيمن أو توت عنخ آمون خطأ. يبقى توت عنخ إيمن هو نتاج زواج كيا، وده الأرجح، كيا من إخناتون، لأن نفرتقيتي خلفت له ست بنات بس، فنفرتقيتي برا الموضوع كويس. تعال بقى على كيا، فهو راح قايل إن كيا وإخناتون إخوات أشخاء. فده يبقى في خلل هرموني معين ويبقى زينا محارم. طيب. بقى حاجات غريبة كده. بس في تفصيلة يا دكتور، هو حضرتك قلت إنه قال إنه في التواء في ساقه علشان العصا اللي ما كانت موجودة، هل ده مبرر كافي؟ لا لا، ده يعني ده العصا ده من ضمن الأسباب اللي هو قالها، لكن هو دول عملوا له صورة بالفوتوشوب كاملة مبينين فيها إنه عنده نتوءة في الفك الأعلى اللي هو بروتوجن ان ذا ماكسيلا، منشوره على الانترنت، منشوره على الانترنت وقلب الدنيا، واحنا ردينا امبارح ودينا بنرد دلوقتي. طب لازم الرد ازاي يا دكتور؟ لازم بقى الوزاره تطلع ترد كمان علشان يبقى رد حكومي. طب القصه ايه بقى؟ القصه ان هم بيقولوا ان هو كان مصاب بالبوليوميلايتس عشان كده ماسك عصايه. الصوره ذات نفسها في الديلي ميل بتفضح نفسها ازاي؟ هم رسمين صوره لواحد البلفس او الحوض بتاعه عريض شويه وماسك عصايه وفي رجل منها بوليوميلايتس. العصاية لو لاحظتوا ولو لاحظ المصريين اللي هيخشوا يشوفوها ممسوكة في الايد اللي ناحية الرجل السليمة. وده غلط ساذج. يعني حضرتك تقول انه ده هو المفروض في قصد هنا، يعني في شيء مقصود. لا انا ده انا ببعت برسالة تأسف لتوت عنخ إيمن ده يا عين. ده ما حد وبعدين جاء له ان افخاذه افخاذ انثوية. يعني ايه؟ اعتمدت على ايه؟ اعتمد على حاجه عجيبه جدا اللي هي 2000 مسح الفيرتشوال اوتوبسي. 2000 مسح ذري حصل. لا ده انت قبليها كمان بيقول لك الفيرتشوال اوتوبسي. ايه الفيرتشوال؟ الفيرتشوال اللي هو اللي انت لما بتخش في الكمبيوتر الفيرتشوال دوت بيبقى الشيء التخيلي او الافتراضي. اوتوبسي اللي هو التشريح. بيعتمد الاستاذ قلب الدنيا امبارح زنك ده بتاع ايطاليا ده، وده راجل بتاع معهد مومياوات في ايطاليا، ايطاليا فيها علماء اثار تقال، واخد بالك؟ يطلع يقول لنا فيرتشوال اوتوبسي. انت عايز تغير تاريخ الاسره ال 18 كلها اقوى اسره عندنا من تشريح افتراضي ومنه ال 2000 اللي سيادتك تقدمت بيهم، ال 2000 مسح الكتروني او ايه او كمبيوتر اللي هو عمله. طيب كان في دراسه اتعملت ايام رئاسه الدكتور زاهي حواس للاثار. الدراسه دي طلعها يعني كان نتائجها ايه فيما يتعلق بالملك توت عنخ آمون؟ ودي لها علاقه بزنك. احسنت، لان هو زنك بيقول من ضمن ما قاله ان هو بيعتمد على الدي ان اي ونتائج الدي ان اي وعينات الدي ان اي. اولا انت جبت عينات الدي ان اي دي منين؟ هل انت اشتغلت على عينات الدي ان اي ذات نفسها؟ لا، اشك ان العينات طلعت من هنا وصلت ايطاليا، والا دي تبقى كارثه يحاسب فيها كل اللي اشترك في الدي ان اي اياميها. نمره 2، انا يعني لا اثق تاريخيا واثريا قوي في الاختبارات بتاعه المسؤول الاول عن الاثار في ذلك الوقت، وانا كنت ضد ايضا ان احنا ندخل مثبار جوه المومياوات ونطلع ونعمل ومش عارف ايه الحاجات دي. المومياوات ديت بقى لها فوق ال 3000، انت ما تلعبش في ده، ممنوع. زائد بقى الرابع بقى ان الدي ان اي فيها نسبه خطا في التاريخ. الدي ان اي بيبقى ليها نسبه اخطاء، يعني ما بتبقاش 100%، فانت ما تقدرش تاخد الدي ان اي قوي. خامسا، كلنا عارفين ان توت عنخ ايمن هو ابن اخناتون. يعني انا لما طلع الدي ان اي اياميها طلعت بيقولوا قلت له طب احنا طول عمرنا عارفين، ما كانتش محتاجه بقى قصه انت تطلع الموميا، لان هم طلعوا الموميا من المقبره. والدراسه قالت ايه؟ الدراسه قالت ايه يا دكتور؟ الدراسه اللي اتقامت بايام الدكتور زاهي حواس، نعم، كانت نتائجها ايه؟ هي دي اللي هو بيتقال بقى، ده طلع بقى ان هو ممكن يكون مات من الملاريا، طلع ان هو ممكن يكون هو توت عنخ إيمن ان هو كان عنده البوليوميلايتس او لا، وطلع ان هو احتمال يكون وقع في رحله صيد من على العجله الحربيه. طب تعالى نمسكها، انت بتقول عنده بوليوميلايتس او عنده شلل اطفال، هيركب عجله حربيه. وبعدين خد بال حضرتك، الملك مش راكب عجله حربيه واقف بيتفسح وبيشم هواء وبياخد تان في الصحراء، ده ماسك في ايديه قوس وسهم لانه طالع في رحله هانتنج او رحله صيد. قلت ردينا يا دكتور، رديته ازاي؟ يعني انتوا رديته بشكل مكتوب؟ انا كتبت امبارح وكالات الانباء وكتبت في وكاله انباء عالميه وانتشرت في كل النت. طيب إيه نقاط الرد كانت ايه دكتور على نقاط الرد؟ هنا اهوت، نمره 1، انا شفت القدم بتاعه المومياء بتاعه توت عنخ إيمن مش شايف فيها اي التواء. نمره 2، انا لا اثق
كثيرا في اختبارات اللي حصلت في ايام العهد اللي اتفتح فيه الدي ان اي بتاع المومياء. انا ايضا ضد ان المومياء كانت تطلع من مقبرتها اصلا. ان انت تعرضها لكل هذا, ودي مومياء فراجايل ومومياء انت بتتكلم في 1300 قبل الميلاد, دي نمرة 3. نمرة 4, هذا الزنك اعتمد على ايه؟ اعتمد على فيرتشوال اوتوبسي, يبقى ده نمرة 4 اللي هو التشريح الافتراضي. يبقى بكره بقى واحد هيجي بتاع. نمرة 5, خدوا بالكم العيله دي قوي بقالهم سنين مركزين فيها. ليه يا دكتور؟ اولا اهم عيله في الاسرات المصريه القديمه. ثانيا عندك امنحتب الثالث, ده الملك عارف ده في الصعيد بيسموه ايه؟ امنحتب الثالث الناس الجميله الحلوه بتاعت الاقصر وبتاعت الصعيد يسموه الباشا, لان تماثيله هي الاجمل. واللي بعد كده اتهم رعمسيس الثاني او رعمسون هو ياخدها ويحط اسمه عليها. كيا اللي هي ام توت عنخ ايمن تم قشط اسمها من على المقابر ايام الاسره ال 18 او بعدها, وتم استبدال اسمها باسم البنت الكبيره من الست بنات بتوع نفرتيتي. وكان هناك في استبدال للاسم, وكيا ما بقتش تذكر بعد السنه ال 12 من حكم اخمد. طيب يا دكتور, بعد الرد ده هل تتوقع انه هيتم عرض الفيلم الوثائقي على البي بي سي يوم الاحد؟ يعني بعد الرد اللي حضرتك رديته, يعني هيتم الاخذ بهذا الرد؟ انا اتوقع ان هو يعرض الفيلم, واحنا مع العرض. خدي بال حضرتك, لو انا هيبقى في صالحي جدا لو اثبت ان توت عنخ ايمن كان عنده شل اطفال. ليه هيبقى لصالحي ك 2014؟ لان انا هطلع للدنيا كلها واقول لها شفتوا بقى, شفتوا الحضاره المصريه راقيه قد ايه وبتعامل متحدي الاعاقه ازاي. متحدي الاعاقه بقى ملك. لا بس يا دكتور معلش, في هنا نقطه, يعني هم هيكتشفوا ان هو متحدي الاعاقه, ان هو عفوا معاق, واحنا كمصريين من التاريخ ده كله علماء التاريخ بتوعنا يعني ما اكتشفوش ده؟ يا دي انا اعتقد الناس شويه حاجه. لا انا بقول لك انا رافض ده. انا بقول لك ده لو كمان, لكن يعني مصر تقدر تتدخل تمنع الموضوع ده. دكتور, هل مصر تملك الحق ان هي تتدخل وتمنع طبعاً عرض الفيلم قبل ما يتم عرضه للحد القادم؟ طبعا يا فندم. طبعا يا فندم. وعشان كده انا قلت لك في الاول لازم وزارة الاثار يبقى عندها قسم عندها في الوزارة قاعد ملهوش شغلة في الدنيا غير انه يبقى قاعد قدام الكمبيوتر كده يشوف الكلام. اصل ده دفاع عن حضرتك. هو احنا بندافع على ايه؟ هو احنا بنقول ان الراجل ده مثلا يعني لما يطلع واحد يقول لك الملك المصري القديم كان عنده افكار انثوية, انت جبت الكلام ده منين وليه؟ يعني انت فاتح الكلام ده اولا غلط لان احنا مش شايفين ده. اتنين انت, وبعدين يقول لك ايه دول اخوات. كان في زواج, انا معاك ان كان في زواج اخوات, بس العدد بتاعه محدود جدا. وعشان يبقى هترتاحوا خالص, كيا الديكشنري بتاع اوكسفورد وبتاع البريتش ميوزيوم, نمسك المتحف البريطاني عشان ما يقولكش ايه احنا مصر متحمسين. طيب البريتش ميوزيوم المتحف البريطاني ذات نفسه عامل قاموس, جايب علماء اثار كاتب قاموس بيقول لك ان كيا الاحتمال انها تبقى ايدنتيفايد باجانب, يعني هي ما تبقاش مصريه من اصله, يبقى اخته ازاي؟ ده بقى مين؟ ده المتحف البريطاني علشان ما يقولوش ان احنا بندافع عن كذا. طيب ادي كيا, انما ده انت تبص تلاقي مره واحده اخناتون طلعوه. فاكر من كام سنه لما طلعوا اخناتون مخنث وقال لك ان التمثال اللي موجود في المتحف المصري بدون اي اعضاء ذكوره مش عارف ايه, وبعدين جابوه هو قاعد على قاعد يعني طفل على رجله وبيدعبه. طب يا دكتور, هم لهم الحق من البدايه هم لهم الحق في عمل ده, هم في انه يعمل دراسه عن يعني معلومات عن اثارك انت كمصري. لا انا دي انا موافق عليها, ان احنا مش هنحط خطوط حمراء للناس ان هم يتكلموا. بس ده تشوه متعمد. لا ده حضاره يا دكتور, تاريخ. ده تاريخ يعني. لا انا بتكلم على تاريخ. اتكلمي حضرتك واتكلم انا وكلنا نتكلم, بس انا عايز يبقى في ايه؟ انا عايز يبقى في كونفرونتيشن, يبقى في مواجهه, يعني ان احنا ما نقعدش احنا نتكلم بعضينا كدوت عبر الاثار. بس مش شايف ان ده تشوه متعمد يا دكتور؟ لا انا بقى شايف ان انا شخصيا مؤمن جدا بمش نظريه المؤامره, لا بحقيقه المؤامره. لان دي مش اول مره, واخناتون مش اول مره, وملكتي مش اول مره, واشمعنا هنا؟ طب انت عندك سبتاح ملك رهيب عنده حته مقبره تحفه وكانت مومياء ومتميزه بان هي او متصفه بانه عنده بوليوميلايتس, واتحنط على انه يبقى عنده بوليوميلايتس. يعني قصدي اقول لك المحنط المصري القديم ما كانش بيحاول يخبي الاعاقه, لان هو في مصر القديمه عمره ما بقى يعني يقول لك ايه لا تسخر من قزم. يعني ولم يذكر التقزم في اي روشته مصريه قديمه, وهم بالمئات بالمناسبه روشته طبيه, لم يذكر التقزم على انه مرض. ايه رايك بقى في الحضاره دي؟ حضاره تانية, روح اسبرتا كان الرجل اللي يتولد او الولد اللي يتولد في اشكاليه عيب خلقي او عيب تشوه خلقي كان يطرد بره في الغابه يتاكل من الذئاب. هتلر لما قتل كل يعني فاهم ازاي؟ في حضارات كده مجنونه. الرد المصري ازاي يا دكتور؟ الرد المصري حضرتك شايف ان الرد المصري المثالي يكون ازاي؟ بكره الصبح يطلع وزير الاثار دكتور الممدوح الضماطي, وعندما يشهد هذه الاحتفاليه مع الطليان يبقى هو ده على
قمة الورقة اللي هيتكلم فيها ان مين زنك ونواجهه بالعلم، مش هنسكت الناس لا طبعا، لكن لازم لديك يكون عدد من المرشدين السياحيين والاثريين ووزارة الاثار يطلعوا كل اسبوع يردوا، لان بجد انت لو فتحت النت هتلاقي مشكلة. دي واحد. اتنين، النهاردة الصبح طيب بلاش الساعة 8:23 بتوقيت امريكا بقى بتوقيتنا، ايه رأي حضرتك الان ونحن نتكلم يوم 23 و24 اكتوبر بعد ان ابهرنا العالم امبارح، ايه رأيك بنفاذ اشعة الشمس؟ صح. ايه رأيك انه يوجد اكثر من 30 قطعة مصرية تباع في مزاد علني؟ انا قلته للوزير الاسبوع اللي فات، قلته للوزير كده، قلت له في يوم 23-24 اكتوبر في مزاد في كولورادو في امريكا هيتباع فيه اكثر من 30 قطعة تحفة تحفة، مش عايز اقول لك واحد ده منهم شكلها وحش. بس الخارجيه دخلت كذا مره وزاره الاثار ان هم وقفوا وكذا اكتر من مزاد. انا موافق ان هم شغالين بس في بطء ومفيش تعاون مع الاخر، يعني الوزاره قافله على نفسها، لا لازم تتكلموا مع الناس اللي على ارض الواقع. بس انا هقول بقى يعني اخيرا كده هقول لك ازاي تعرف تتعامل مع حته الاثار بتاعتنا اللي بتتباع ديت. شوف يا سيدي، السياسه المخمليه والدبلوماسيه المريحه انتهى وقتها في موضوع الاثار. واحد سريعا بقى فكسات كده، تسييس ملف الاثار. يعني ايه تسييس ملف الاثار؟ يعني رئيس جمهوريتنا لما يقعد مع اوباما يقول له انا عايز الاباتشي، انا عايز كذا، انا عايز مصانع، انا عايز تجاره، انا عايزك تفتح معايا القطن، تفتح معايا مش عارف ايه، وعندي 10 تماثيل عايزها منك. كده يبقى في الملف حدود حاسمه بالظبط. اثنين، مفيش وقف جميع اعمال التنقيب للبلد التي ترفض ارجاع اثارنا. يعني مثلا اطلع لالمانيا بكره الصبح يا دكتور دماطي وتقول لألمانيا، وانت راجل مع ألمانيا وراجل يعني دراساتك مع ألمانيا زي الفل، ارفع سماعة التليفون، كلم اصحابك في برلين، قول لهم راس نفرتيتي، راس نفرتيتي الشهيرة دي صحيح 1/1/2015 ما وصلتش راس نفرتيتي، انا بكلمك بعد 30 سنة قراءة في التاريخ، ما جتش 1/1/2015 انا بقول لحضرتك اهو طرد، ما تقوليش صدامي، دي حضرتك بتتسرق وبتتقطع. لا يوجد ما هو اهم من الحضاره والتاريخ، طرد الجميع المنقبين الالمان طبعا. في مصر، لان دي مامتك وبتقطع اعضائها وباعضاء مامتك او والدتك بتروح لحته تانية وبتتلبس في اعضاء فين؟ في اعضاء صهيونيه. بعدك روح فعلا. موجز الانباء للاسف، لكن معلومات حضرتك الغزيره احنا مستمتعين بيها جدا، بشكرك دكتور بسام الشماع وانت المؤرخ وكاتب المصريات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، موجز لاهم الانباء واحمد سليمان. صباح الخير يا احمد. صباح الخير. شكرا لك محمد، تحية لكم مشاهدينا. إلى تفاصيل موجز الأنباء، تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادة تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية أحداث قصر الاتحادية، وذلك لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني. وترجع أحداث القضية إلى ديسمبر من عام 2012، حيث قام مجموعة من أنصار الجماعة بالاعتداء على المتظاهرين السلميين الرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في ذلك الوقت. استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب الملفات الأمنية والاقتصادية والأوضاع الداخلية، وأكد وزير الداخلية أن الوزارة مستمرة في جهودها لضبط العناصر الإرهابية والإجرامية في مختلف المحافظات، وقد نجحت الوزارة في هذا الأسبوع في ضبط عدة تشكيلات عصابية. اقتصاديا، استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لبرنامج الإسكان الذي يستهدف تنفيذ 1,000,000 وحدة سكنية لمحدود الدخل، كما وافق المجلس على اتفاق منحة الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل بمبلغ 67.6 مليون يورو أوروبي. يصل وزير الخارجية سامح شكري إلى الجزائر اليوم لبحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا. تأتي زيارة شكري التي تستمر لمدة يوم واحد تلبية لدعوة من نظيره الجزائري رمضان العمامرة. ويجري شكري مباحثات مع العمامرة، كما يلتقي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد الملك سلال. تعد زيارة وزير الخارجية استكمالا للمشاورات الثنائية لاستعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في ليبيا، تقدمت وحدات من الجيش معززة بمسلحين موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر لمنطقة حي السلام شمال شرق وسط بنغازي، وذلك في محاولة لاستعادة هذه المناطق من أيدي المسلحين.
كان جندي بالجيش الليبي قد قتل وأصيب 7 آخرون أثناء تفكيك لغم بمنطقة سيدي منصور شرقي بنغازي. يأتي هذا بينما وقع انفجار بسيارة ملغومة بمدينة البيضاء شرقي البلاد داخل مرأب للسيارات بمقر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة دون وقوع خسائر في الأرواح. استعاد مسلح تنظيم داعش السيطرة على تل شعير على بعد 5 كيلومترات غربية مدينة كوباني بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون قد أعلنت أن قوات التحالف بقيادة أمريكا شنت 12 ضربة جوية في الساعات 24 الأخيرة. وذكرت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أنه تم تدمير 3 عربات للتنظيم، مضيفة أنها نفذت 6 غارات جوية قرب مدينة كوباني في شمال سوريا دعما للميليشيات الكردية التي تقاتل تنظيم داعش. انتهى إلى هنا موجز أنباء الساعة، مزيد من الأخبار والتفاصيل على موقعنا على شبكة الإنترنت nile.eg. الآن أدعوكم لمواصلة المشاهدة مع برنامج هذا الصباح مع محمد عبد الله وساحة صبري. شكرا. شكرا يا أحمد. يعني حلو أن أنت يكون عندك فكرة حلوة أن أنت عايز تغير حاجة موجودة حواليك في المجتمع، لكن الأجمل والأقوى أن أنت تنفذ هذه الفكرة، أن يكون عندك عزيمة لتنفيذ هذه الفكرة. شوارع القاهرة احنا بنتكلم بدون مواربة، هي فيها العديد من المشاكل، والأهم هو أهم مشكلة هو المنظر الجمالي لشوارع القاهرة اللي افتقدت الكثير من رونقها. شباب في كلية فنون جميلة قسم الديكور حطوا وفكروا وابتدوا وعملوا ان هم يجملوا شوارع القاهرة في حملة أطلقوا عليها تلوين المدينة الرمادية. السلالم الموجودة، أعمدة الإنارة اللي موجودة في أماكن شعبية أو حتى في وسط المدينة، عزموا أن هم يغيروا شكلها بألوان جميلة وأنوان مبهرة. يمكن أنا من يومين كنت في هذا الصباح كنت بتكلم مع مؤسسة هذه الحملة من خلال التليفون، وقلت لها أتمنى أن تكوني معنا في الاستوديو، لأن أنتوا فعلا تستحقوا أن أنتوا تكونوا موجودين هنا، وإحنا شرف لنا أن احنا نقعد ونتكلم معكم ونتعرف على حملتكم. معنا في الاستوديو مروة ناصر، مؤسسة مبادرة تلوين شوارع المدينة. أهلا بيك يا مروة، صباح الخير. صباح النور. وإناس عبد العزيز عوض، عضو الحملة. أهلا بيك يا إناس. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح النور. بداية الفكرة جات لك وجدت لكم باعتباركم انكم فنون جميله، ففكره الرسم، ولا انتوا اصلا يعني مبادره الحمله دي لتجميل الشوارع القاهره بشكل عام؟ هي جت متاثره بكذا حاجه، باننا فنون جميله وفي الزمالك، يعني المنطقه كلها الوان ومحور حياتنا اصلا الالوان، فحبينا ان احنا نطلع المود اللي احنا عايشين بيه جوه الزمالك نطلعه بره والناس برضو تعيش معانا فيه. وتاني حاجه كان السلالم والبيوت المتلونه في روما وايطاليا والبلدان دي اللي بنشوفها على النت، الفكره متنفذه فيها وسهله، فقلنا ليه ما نعملهاش ونجمل بيها البلد، لان البلد بقت لونها رمادي في كل حته، ابيض واسود، بقت مليانه تراب، حبينا نجملها شويه. تمام. طيب كان في اي تشجيع من اساتذتكم في الكليه للموضوع ده؟ في تنسيق معاهم يعني؟ لا، هو البدايه ما كانتش تنسيق في الكليه خالص، البدايه كانت بدات مننا احنا اللي تطوعنا. بعد كده لما احنا بدأنا الأول بتمويل ذاتي، بعد كده في دكتور أحمد حسني مولنا، وصلنا لشركة سكيب وخلانا نتواصل معاهم بحيث ان هم يكونوا سبونسر لين. إناس قولي لي، أما جت مروة كلمتك على الفكرة اتحمست ليها وقلت فعلا أنت عايزين تغيروا، وقلت الموضوع ده صعب، لسه هنروح نبيض السلالم ونلون السلالم موجودة بره والناس ممكن تضايقنا وما نعرفش نعمل ومحتاجين تصريحات، قولي لي عملت إيه أما جت مروة كلمتك الفكرة؟ لا لا خالص، يعني هي أول ما قالت لي يلا ننزل السبت الجاي قلت لها يلا بينا، وصحيت الصبح بدري الساعة 8 الصبح تقريبا، وعدينا على الحي تاني عشان نتأكد إن الناس عمال النظافه نظفوا السلم، ونزلنا وبتاع. كنت كم واحده زيت اول مره نزلتوا؟ 10. كنتوا 10 بنات؟ لا، بنات ولاد. بنات ولاد. بنات ولاد. دلوقتي بقيتوا قد ايه؟ يعني لا عدد لا يحصى يعني. والله كتير. بتوزعوا نفسكم على مناطق ولا بتختاروا مكان واحد منطقه واحده وبتبداوا كلكم تشتغلوا في نفس المنطقه؟ لا، بنختار مكان واحد عشان احنا بنبقى محتاجين نحط الديزاين الاول ومحتاجين نطلع التصريح، وبعدين بنبدا بالمنطقه دي، يعني منطقه منطقه.
عملتوا ايه يا مروه؟ هل اما رحتوا للحي كان الناس متجاوبين معاكم ولا كان في صعوبه شويه عشان تاخدوا تصريحات؟ ما قالكوش تلونوا ايه والكلام دوت؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ لا هو البدايه ما رحناش للحي، رحنا لمحافظه الجيزه على طول. رحنا وهم انبسطوا جدا وفرحوا لان احنا كنا مقدمين الديزاين اللي عايزين نعمله، فهم عشان شايفين ده اللي هيحصل فعلا او ده اللي هيكون في الموجود على السلم ففرحوا بيه اصلا وتخيلوا ان هو موجود. ففي استاذه في العلاقات العامه ساعدتنا، هي عملت لنا الطلب كامل وقدمته لنائب المحافظ واتصلوا بينا بعدها بيومين وقالوا لنا توافق عليه وتمام ونروح بيه للحي نطلب بقى بيه عمال نظافه. طب الناس في في الشارع، الناس نفسهم في الشارع بيتجاوبوا معاكم يعني ولا بيبقى في مضايقات مشاكل؟ لا 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 بيتجاوبوا كويس قوي. بتبقى في نسبة يعني هي النسبة بتبقى مستغربة شوية من اللي احنا بنعمله. يعني مثلا من التعليقات اللي هي كانت فاني قوي في الموضوع، يعني مثلا واحد معدي كان بيقول لي بدل ما انتوا بتلونوا السلم ما تصلحوه. فبقول له يعني اصلحه اعمل ايه؟ بيقول لي يعني هاتي لوح رخام كده وركبيه عشان احنا بنتكعب. انا مش بايدي كل واحد بيعمل اللي عليه. يعني احنا بايدينا ان احنا نلون، ان المفروض بقى حد تاني او الحي يهتم بالشوايب السلم يهتم. تمام ده مش دوركم. لا يعني طبعا. احنا كل واحد بيعمل اللي يقدر عليه. بتعملوا عمل تطوعي يعني تشكروا عليه الحقيقة. الديزاين بتاعك ايه يا مروه؟ قولي لي يعني الفكره بتاعتك الديزاين بتاعك ايه؟ يعني انت تلوني يعني انت ماشيه كده جت شفت سلم شكله غريب فقلت انت عايزه تغيريه وتعمليه بالوان مختلفه؟ مش كده، احنا لما اخترنا السلم ده اخترناه بحيث اللي هو يربط ما بين جيزه والقاهره. نشتغل اولا فيهم بالاثنين في نفس الوقت، وبالذات السلم ده لان هو السلم ده طالعين نازلين عليه على طول واحنا رايحين الكليه منظره بشع جدا، ف يعني تخيلناه شكله هيبقى يكون احلى اكيد بالالوان. طب انت والناس بتاخد